شكرا. صباح الخير. صباح الخير. وين احنا تو؟ في البحر في هرب. عندكم شوكولاتة ذي قالك تتاكل كان على البحر. الشمس قاعدة تشرق بالبدو. عملتني تطلع شوفوا توا الانعكاس نتاعها في البحر. البحر صافي صافي على الاخر. السلام، مرحبا بيكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمه. كيما قاعدين تشوفوا باش ننطلقوا من القلعه الصغيره على الصباح والربيح كيما يقولوا. كهو الطقس بما انه سخون البحر هكا يتمشي له كان على الصباح الحقيقه. وسبق وشاركت معاكم فين نعوموا بالضبط في هرقلة، بلاصة تتسمى المدفون، تلقاوها راهي في جوجل مابس للي يحب يوصل لها. علاش نمشي وشرد المدفون؟ على خاطر فيها اقل عبيد وهكا تنجم تستمتع بالبحر والبلاصة هكا غنية فيها حوت وفيها غنية بالحق. شفتوا البارتي هذه ذي الشط العادي نتاع هرقلة اللي اغلب الناس تمشي له، وهذه البلاصة هكا تقعد تمشي طول 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 تمشي برشا، راني ديجا منقصة لين تلقى شاطئ غير مؤهل على مقابلتك، تخليه هذاك الشاطئ الغير مؤهل وتمشي على اليمين لهنا. إذا تحب تحط كرهبتك في باركينج موجود، إذا تحب تخليها كيكة على كيفك بالطبيعة. واللي يعرف البلاصة ما ينساش يكتب لنا رأيه في التعليق. كون يقول لي صباح الخير. صباح الخير. أنا منجمش نقول. منجمش تقول لي؟ اغزروا لي ترى، اغزروا لي. شكون يقول لي صباح الخير؟ اغزر لنا اغزر لنا. صباح الخير. صباح الخير. وين احنا تو؟ في البحر في هرقلة. صحيح في مدفون هرقلة. في هرقلة نتاع البحر. هرقلة نتاع البحر، البحر نتاع هرقلة مش هرقلة نتاع البحر. صحيح. حبش. شروق الشمس. أول مرة نخلتهم فماش عبيد بالطريقة هذه. أغلب العبيد راهو تمشي للبحر ذي كنت هرق للعادي معناها، اما المدفون مش برشا عبيد تجي. اما ها هم بداو يجيو. سي توا الستة ودرجين كيكا. توا الستة واربعة. ستة واربعة. وطيروا انباد هيا عطيني حنبا. نحب حلو. نجي نجي صب القهوة. صب الماء لو هيك. خلي ماما تشربني هذا قام في مكان. ماذي ساعة ولا ساعتين. ماما تشربني. قام يبكي. خلي ما نشرب شيء. نسيبتي كيفاش تحب قهوتك؟ فلتر ولا فيلتر؟ فلتر ولا؟ فلتر. ولا فلتر عندنا ثلاثة مشوار. يعطي فيك في برشا اوبسيونات هو ماني. وزك قديش كحلة. قوية. تفضلي. مرحبا. لحد
فيلم. عندكم شوكولاتة ذي قالك تتاكل كان على البحر. بسم الله نبدأ كعبة يورط وانا نبدأ كعبة يورط. شو مكتوب عليها؟ كيش مكتوبها؟ مين تفكرها حلوة برشا هذي اسمها نفكر من ما دافي فيها؟ دافي دافي بارد دافي حلوة برشا ليه؟ انتي خاطرك تستحمل وهذا عاز يا ورد تونس حسب التحليلات لا 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 خلق لك عاز شو هيك هذوما يبو ما عادش تبني لك بليتني بمالي غرط ياسين بلك بمالي غرط صباح خير ماما صباح خير لاباس لاباس حمد ليمون في صحة النوم شنو تحب ليمون اخوي هاو الياغورت خذ الياغورت تحب سترونات تحب مش على السباح انت سترونات ولا على شنو كل حاجه من بعد تشرب سترونات وش الغوم اللي عامله شو غزل لي ترى والله ما نمشي لبس يا تنتو صباحي متقف لي مخي شوي هم شلغون بلي غرت هم يغرت قدامه الزبينة بسي وديت وديت نرجعوك للدار نعملوا كما كل مرة اللي فاتت في بنزرت خير شخص بجنان حطيتيني نانا نقصنا شوية بسيسة نغسو فيها الكرموز ده شو هم مين ليكم؟ جبته من المروج انا قعدنا ترموز في المروج على قد ايش شريتو بدر غادي 6800 عند بحر القاده في عز بلاده ب 20 25 برد شوية بعد القطي دافي ما هوش دافي ما هوش برد أما ما هوش دافي شوف الحوت الصغير يتشيف من هنا من البيت توا تعداو زوج حوتات صغيرين هذاك كل يصطاد نفرج عليه قبل تعويو يبدا يعيط فيشي 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 هيا هيا محمد نعمل لك كيفيات كلي هاوز راس هكا استنى اهو هي هكا طاهري صابونتي تري 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 طاهري صابونتي
خبير ديك هذاك اللي هو بير. الشمس قاعدة تشرق بالقداء، عملت من تطلع شوفوا توا الانعكاس نتاعها في البحر، البحر صافي صافي على الاخر. ولا دافي توا استنست بيها صحيتك ايش غناك وي ما كبام في الليل ما كبام وين مشيتك الحوته الكبيره يا سون بكري تعديت حوته كبيره مش كبيرة كبيرة ما قدناك تعمل 20 سنتي قاعدين يقدموا فيك خاطرك بنين حط الكاميرا تحت البحر على خاطر ممكن نشوف حوتات اي هني نستنى في الحوتة تتعادى باش نصورها يا بني باش نصورها سمعتني انت اصلا سمعتك ما صورت خاطر ما خلطت انا كان ما هي هاربت اركحوا ما تفركحوش برشا تو يجينا الحوض يعني البحر يدز فيا انت ماكش تفركح انت مست هو البحر يدز فيك اي جيب شويه خبز ولا ما عندناش خبز حق جيب شويه حاجاتي جيب عنب ترى الحاجات اللي تعجبني في البحر هذايا كما قلت لكم انه غني بالحوت شوفوا لهنا راهو متر يمكن الغرق البحر يعني ماهوش غرق جمله راه وتلقى الحوت قدامك وتبدا ترى فيه راه وانت واقف وترى فيه تلمع البحر شفاف وتنجم ترى من غير حتى ما تطبس وتطلب ماسك تبدا انت ماشي والحوت خالط وراك بالحق محليه الاحساس محليه ثم بعد تشوفوا ياسين هو هارب والحوتات خالطين وراه ولنا باش ما نظلمش بدر واحقاقا للحق بدر راهو يعرف يصور اللوطه تحت الماء اما الفوق فوق الماء اللي دخلها بعضها يمشيش بالسياسه معناه المهم يعرف يصور لنا اللوطه شوف خطف لنا هكا كل حويتات محليه ما شاء الله ظهر لي هذيك وراطه بحريه فما مره في فيديو قديمك وقتها اصطاد بدر وحده كيما هذيه وشويناها على الكانون فرحانين بها ما نحكيكمش ربي سهل ان شاء الله ويرجع يصطاد مره اخرى الصوت اللي تسمعوا فيه بدر ويعمل في ديزي فيك باش ما نعرفش شنو المهم يعمل لكم فيه فازيت لنا نشوف ياسين يجري والحوتات تجري وراه بالحق راه هو اخضر لهم كيفاش ونعاود نفكركم راهو لهنا مش غارق البحر يمكن متر ما يفوتوش متر ونص راه خاطر ياسين مطبص ها شوفوا كل حويتات وشوفوا ياسين هكا حتى امين غادي بحذا ماما بالحق تبدا تعوم وتستمتع بالمنظر المزيان
وشوفوا راه ما استسلموش وغزروا لهم باقي خالتين بسرعه قويه، راني لهنا مانيش مسرعه الجمله، خالتين على ياسين هو يجري وبيجري ورا سبحان الله. ولنا بدر هكا حب يقدم الاغرق شويه اغرق، وشوفوا لنا شنو هكب. تعرفتوها هكا الحوتك اللي عندها هكا منقار ولا ما عرف شنو يتسمى هكا، كيما حاد يبدا كيما السكينه. شوفوها باش تكبتيوها توا، كبيره راهي في الحقيقه، جست الكاميرا مش عطيتها حقها. شوفوا شوفوا شوف سبحان الله كاميرا ضربت فيها اصلا. عرفش نعاودها هكا اللقطه بالرالونتي باش اللي ما كبتهاش يركز معاها. شوف سبحان الله. وفجأة وبدون سابق انذار شوفوا بدر هكا دوبة تلفت يلقى هالحريقة هذيا، اللي الحقيقة ما عنديش فكرة هل هي جست دورها تصفي في الماء البحر، والا هل لسعتها خطيره الحريقه الزرقاء هذه، ولا فما زاده ترانسبارنت شفافه، ما عندناش عليها فكره. اللي عنده فكره يكتب لنا في التعاليق قولوا لنا هل خطيره والا جست تصفي في الماء وكذا. ولنا بدر هكا يصبر شوية ويعمل دورة باش يثبت في البلاصة شنو داير بيه، يتفقد معنا يلقى شي حاجة أخرى وراه ولا بجنبه، بما أنهم الكائنات ذوما ما يخافوش معنا، مش يشوفوا عبد ولا يسمعوا صوت ولا يلقوا حركة يهربوا، ليه بالعكس غزروا له جايته راه. شوفوها كيفاش جايته وقريبت له على الأخر، مانيش عامله لزوم لحتى شيء لهنا، هي ديجا قريبه على الاخر. وفجأة تجي صاحبتها بحذاها غزرلها باش تمشي لصاحبتها. اي واحد اثنين بدر لهنا هكا مصدوم. ولنا ها باش نحاول نترجم لكم بدر شنو يحكي معنا، خاطر ما نجمش يتكلم لابس ماسك ويتنفس بفمه. قال لكم راهي تفهمت هي وصاحبتها، قالوا زعما شنو نعملوا له هالكائن الغريب ذا اللي جاي يطفل علينا. بعد ما تفهموا وحكاوا وتشاوروا قالوا هيا هجوم على بدر. وغزر لهم كيفاش هكا بداو يقربوا له الاخرى ماهيش هكي ويني الاخرى، راني قاعده حتى هي باش تقرب مش ظاهره، اما قاعدين يقربوا له بالكدي حتى هو يغير الاتجاه راهو وهما قاعدين يخلطوا عليه. شوفوا لهنا كيف العاده هو ديما يدور ويتفقد في ماشي وحده اخرى، يلقى الزوز ذوكا ونزادت لهم وحده ثالثه، حجمهم راهم كبير على الاخر. تم بعد تزيدوا تشوفوهم كيفاش نطلعوا على البيدالو، ظهر لي اسمها كبار كبار على الاخر. بدل هنا هكا خاف وقال لازمني نقطع قطع قطع. ولهنا ثم وين بحذا وين قاعدين احنا بالضبط، ثم ريستوران هاكا ريستوران المدفوع باش نكريو هذوما
قال الصغير نصف ساعة ب10,000 يرفع 3 عبيد، والكبير يرفع 5 عبيد ب15,000 نصف ساعة. شنو ياخذ الصغيرة؟ هذا الصغيرة مش هذا، أنا غلطت بينات. ومحليل إحساسك تبدأ بريسك وحدك في البحر على صوت موج البحر، فيروز تغني في الرستوران، وتوش نمشي وك ندخل شوية. لا هاي استنى عاد خلنا نطلع. شد بيا ياسين، ياسين شد مدد. بسم الله يا الله يا كريم. اي ما نعملوا دورا بعد كي نعملوا بكم توما وامين ماشي يلا خاطر مش غبش تبع نسيت نقدم تو شنو لهم صغيرات بعد نرجعوا لهم بعد الصغار. نبداو بياسين قبل باهي يعملوا دورا ويرجعوا يهزكم شي ياسين رد بالك على الماسك. او نعرف هذيك. الى اللقاء. بلاش جليد السفتاج ابدا. انا ما نعرفش نعوم راني كان نغرق مزمرة. توا شنو هذي خفيفة الكرهبة هذي؟ لا الى اللقاء. وينك انت وانا ظاهرة؟ فرحان؟ الحريقة الكحلة الزرقاء هاي الحريقة بنت ال بنت ال يا لطيف. هاي واحدة أخرى زاد. يا نخاف يعني كان نطيح لنا تاكل. هاي عمال فين تقرب بدل الشط الحريقة الزرقاء. ولا جاي تتغذى قدام؟ كان تفرج قدام بوجهنا يقول له صاحي. هاكم برشا برشا يا بدر فما ها هذا جبال غادي ريتا غادي هنا بعدنا برشا على اليابسة يجي 200 متر ولا أكثر. الحر لنا غارق غارق غارق. تنتون شايف ها شنو هي الصفره هذيك؟ العفره. اي قلبي ما عرفش نركز، لازم معايا ذكوره باش قلبي يعطي ينقزوا. ما قبل كي تهز تنقز. ايه تسمى
دورك هذا. قلت بالك يا مجد لا تطيحها. نشيد وانا متشيد من تيلي. هايكي. ريتها. هاي قلت نخذ لها ريكا اللي عند خط طماط. وهي واحدة أخرى. برشة برشة حلوة. هي واحدة أخرى كبيرة. برشا برشا حلوة. هم هي. هم يقدر شو برشا لنا. هم مظبوط. هاي. بالك يتعوجوا. هذه كبيرة برشا هي. العشرة بنطبق فيها. العشرة الشوكولاتة ذابت وسيحت بالشمس. صغار ولا ياكلوا فيها كيما شوكولاتة اختيني بالغرب. حطيتها حلو. مش كنت غسلها يا دنيا. غسلتها وحطيتها مالو. تو باش نروحوا كهاو يزي. نتاع العمر. قديش ركب اكبر من 9 سنين. قديش يكتب لك 9 ومعها مع ماني اكبر من 9 سنين. لمو انت وريني وين وصلت. سيف ما حبيتش تركب لي هذه. وصلت هذه وحدك واحد ومون وركب راه ما يعاون فيه حتى حد. حيتك يا من ديما تبع بالكتاب بشوي بشوي. ركبت سخينه قطع ضايعين لهم البيرة. هذا هو يلقاهم خاطر خاطر هو كي حل الساشيت نطروا صحيتك يا مون يا بدر. مجود ورينا قطارك انت يا ورينا قطارك. صحيتك يا مجود ركبوا في بعض القطار هو تو مقسوم على اثنين ركبوا في بعض وي ركبوا مجود انت بطل راكبه الحديث. فهمت هو يعمل لك الراجل ويتعاد القطار. تريكا ملكي لي راه تعديه من قدام باش يجيك سهل. يا زيدا سد الحديدية خراج. بعد البحر كسكسي بالعصبان. بعد البحر نجي كان كسكسي بالعصبان. سبول 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 شكون ياكل في السبول. شكون ياكل في السبول. ألمو شكون ياكل في السبول. شكون وريني الرجل نتاعك وريهولي. والله كملت ركبت وحدة من راسو. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله عملتوا معانا جو. وتوم بقى لي كيما باش نقول لكم تنسيوا شويه جمجمات وبارطاجيت والتعليق بالمزيانه اللي ديما تشجعني باش نواصل ونشارك معاكم هكا بلايص مزيانين وشنو اخر هكا حاجات هكا مزيانه من نهارنا كيفاش تعديت. وتوم بقى لي كيما باش نقول لكم بسلامه الى اللقاء.